اليوم كنحتفلوا بالذكرى 67 للاستقلال المجيد. مجموعات من الحي المحمدي تاهما بغاو يحتفلوا بهذا الحدث السعيد بشراكه مع مقاطعه الحي المحمدي. البرنامج ديال الحفل اليوم مجموعه مسنوه، مجموعه السلام، الفنان عسكوري، ومفاجآت، هناك فكاهه. دوري في الشوه يكتب وولدي جاب 11، كاين شي 11 ابتدائي. واحد جارنا قال لي راه ولدك زيد واحد، طلع لي قال لي بالك زيد واحد، كيشتري بلا زيد واحد، ما كما غاتي معانا كنت كيزيدو في المواد الغذائيه بكل توافي. دو كاسكيت، الكاسكيت اللي كنلبسها اليوم هي انني ديال كوميدي فريد ديال ياسمو النكته اللي لعبت العرض ديالي بعنوان فريد من نوعه، المركب الثقافي حي محمدي. كما شفتوا الجمهور تجاوب مع هذا العرض ديالي، ويعني تزامنا مع هذه العيد ديال عيد الاستقلال يعني كان جمهور غفير. وكنشكر مقاطعه حي محمدي وكذلك جمعيه المجتمع المدني على هذه الاستضافه هذه. واش نقول لكم، انا فرحان بكل تواضع بان ملي كنشوف الجمهور انه ديال حي محمدي يعني كنعرفوه جمهور ذواق انه صفق على العرض ديالي، هذا ما يزيدني الا فخر. وتحياتي للمؤسسه اللي كنتعلم منها ومازال كنتعلم فيها هي انفاس بريس. عندي سعاده خاصه انني اكرم. هذا التكريم عنده طعم خاص جدا. سبق لي تكرمت اليوم، تكريم بوحده هذا، لانه في الحي المحمدي، في هذا الحي كبرت، في هذا الحي قريت، في هذا الحي مشيت لدار الشباب، في هذا الحي مارست الشغف الطفولي ديالي، في هذا الحي تعلمت، في هذا الحي استفدت. فلأول مرة أكرم في الحي المحمدي، وأنا سعيد هذا التكريم. وجبت الأب ديالي والزوجة ديالي لأول مرة، والإخوان ديالي جاوا باش يحضروا، لأنه بالنسبة لي نهار كبير. وجف هذا العيد الكبير عندنا، عيد الاستقلال ديالنا، وايضا تاسيس هذه الجمعيه اللي كنتمناو لها مزيد العمر ومزيد من العطاء. كنشكر الاخوان في جمعيه ابداع المور الثقافي انهم التفتوا ليا على قله المسار ديالي. انا كنقول انا صغير، التكريم ماشي في السن، انا عندي 52 سنه، ولكن صغير بالنسبه لهاد الناس اللي غيطلعوا للخشبه، رشيد بطمه ومجموعه مسنوه والعسكوري. انا صغير بالنسبه لهم، وصغير امام اي واحد في هاد القاعه. ولكن ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر الناس اللي التفتوا ليا. كنتمنى انني نكون في مستوى هاد التكريم.